عبد المهدي ناصر مسلم عساف من العراق، لأن بالعراق ما قدروا يسووا لي عملية، رحت إلى إيران ما ضبطت العملية وياي، رجعت إلى الهند عندي كسور بالحوض، 4 كسور والمثانة والحليل، تعاملهم جيد جدا ممتاز، الدكاترة كل الزين تعاملهم، عملهم جيد طبعا أحسن من العراق وإيران. إذا عرفت العملية نجحت عن طريق دكتور موهان، قال لي إن شاء الله ماكو شيء بعد خلاص. أشكر دكتور موهان وأشكر العاملين معه، قاموا في هذا العمل الجيد.